بغامر اركض، اتوقع الشغله فيها ركض. خايف والله يا شباب، والله خايف صراحه. طيب باركض باركض، واللي يصير يصير، خلينا نشوف. بسم الله. انا توقعت والله، توقعت انها تلحقني. اهرب، حط رجلك. كفو 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 كفو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبه ليتل نايت ميرز 2. تمام، طبعا هذا الجزء الثالث من اللعبه. اخر شيء صار انهم اختطفوا زميلي من عندي وقدروا يقفلون عليها دولاب والى اخره. فاليوم ان شاء الله راح نكمل مهمه انقاذ الصديق. تمام، فاذا كانت المهمه طويله بكملها كامله، واذا كانت المهمه قصيره بنوقف عند نهايتها عشان نبدا مرحله جديده باللعبه. فعموما قصة إنقاذ اليوم الصديق، ما راح نطول، خلونا نبدأ. بسم الله. طيب يا شباب، آخر شيء وصلنا عند هذا المكان. تمام، طبعا احنا الآن وصلنا نفس الدور اللي اختطفوا فيه صديقنا نفسه، لكن الحين مهمة إنقاذ. انتهينا من الدور السابق، الحين طلعنا الدور الثاني وراح نبدأ المغامرة الآن. بسم الله، خلونا نشوف الحين أول لغز عندنا وش هو. أوكي، عندنا طالب الآن يكتب في الأرض ويكتب في السبورة. اوكي، كل كتابة ورسمة عين. خلينا نتقدم بس ان شاء الله ما يسمعنا على مهلنا. اوكي، انا شايف جنبه زي الحديدة وحبل، الحبل هذا ما ادري ايش معناته. اوكي، سمعني 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 سمعني، خلينا اهرب. اوكي، مربوط بالحبل. طيب خلينا افتح الباب. حاول، لا ما يفتح الباب، ليش؟ طيب لحظة لحظة، الحديدة اللي وراه فيها لغز. اوكي، خلينا نتقدم شويه، معناته ما يقدر يوصل لي. ايوه، طيب طيب طيب، اتوقع ان اللغز بطيحته هذا هو الوقت اللي انقز بسرعه واخذ الحديده. حلو، الان 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 بسرعه اعطيه ابلع. حلو، اوكي، لا لا شيل شيل. ايوه تمام تمام، خلينا الحين اتوقع كذا اكسر الباب. اذا كان كذا معناته في قتال بيكون. لا يا احول هنا. اوكي تمام، حلو. غرفة ما فيها الا ممر. اوكي، ما في هنا شيء صعب. لا، نطلع هنا. اوكي طيب، في صوت قدامي، في صوت قدامي. انا اتوقع الان كاني رجعت فوق الفصل يا شباب الدراسي اللي امس اجتزته، فاتوقع انه بيكون فوق الفصل الدراسي. خلينا نشوف. طيب، في قدامي زجاج وفي صندوق هناك، شايفين الصندوق؟ طيب اقدر اتخبى. طيب ايش في فوق؟ طيب الزجاج هذا اذا سمعتني بتخبى في الصندوق. تقريبا كذا حل اللغز، لكن انا بحاول اني ما المس الزجاج هذا نهائيا. خليني اقرب شويه، اقفز في المنطقه هذه احسن. لازم 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 انتهى الزجاج. طيب معناته تخبى بسرعه، تخبى بسرعه 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 بسرعه. حلو، والله يزحلق. تمام تمام، لاني كنت اركض زحلق، هذه حركه جديده حلوه مره استفيد منها اللعب. طيب تمام، ما شافتني. خلينا ننتظر بس حتى نتاكد انها فعلا يعني صارت ما هي منتبهه. ممتاز. طيب الحين نبدا نطلع. طيب في فوق في زي الممرات. تمام، ففين نطلع؟ خلينا نتقدم هنا. اوكي، هذا الطريق مقفل. اها، من هنا شايفين الحبل هذا او الستاره. طيب قدامي حاطين زجاجه عشان تنكبني. طيب هنا في نذاله اللغز، الزجاجه هذه بتطيح وتنكبني، لكن وفي صندوق ثاني اقدر اتخبى فيه، يعني لو سمعتني برضو اقدر اتخبى، بس انا بحاول اني اوكي بشيل الزجاجه واتقدم. خليني ارمي الزجاجه، ابغى ازعجها بس، ابغى ازعجها. تمام، ايوه اتوقع كذا الحين ما بتشوفني ان شاء الله، بس ما اندم. والله جات جهتي. لا 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 لا. والله بغيت اندم صراحه. اوكي طيب الحين اتوقع حلينا اللغز، بس نطلع فوق نشوف كيف طريقه حله. باقي اللغز هذا شكله مطول معانا.
طيب ان شاء الله ما اطيح. ايوه تمام. هنا لو مريت في مكان غلط ممكن اطيح، لازم اميل شوية حتى اني اوقف. طيب في صناديق وفي ممرات فوق وفي بلكاشة وفي فتحة في اليمين. اوكي طيب معناته، طيب معناته هنا في ركض، هنا في ركض يا شباب، معناته اطيح البلكاشة هذه بسرعة واركض. بس خلينا نتأكد هذا وش هو. اوكي ما في شيء هنا مهم. طيب الحين ركض بسرعة بسرعة، يلا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوه طحت تحت. تمام بس حلت اللغز، حلت اللغز يعني ما اخذنا فيه وقت. تمام لحد الان التقدم انا اشوف انه مره ممتاز. اوكي صوتها، اوكي صوتها تمشي جنبي. طيب تمشي معايا، معقول تطاردني؟ طيب انا سمعتها تمشي جنبي بس خلينا ننزل. ايوه شوفوها 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 شوفوها. المشكله المكان مو واضح نهائيا، يعني احاول اطالع يمين ما يبين عندي اي شيء، فالظاهر اني في مكان مرتفع عن الارض. الله يعيني لازم انزل، الله يستر. طيب لحد الان ما في اي شيء، بس انها واقفه قريبه يا شباب، شايفينها هي ورا الطاوله ورا الكتب هذه، فممكن تشوفني لو مريت في مكان غلط. ان شاء الله بس ما تشوفني. اوكي ما يمدينا نتقدم، ليش ما يمدينا نتقدم يا شباب؟ اتوقع اوكي هذا سلم، اوكي هذا سلم من هنا. طيب معناته بامر كذا من قدامها يا شباب. لا لحظة لحظة، اتوقع ان الموضوع هنا في خدعة. خلوني انزل خلوني انزل. السلم هذا له كفرات، معناته اقدر اسحبه يمين. طيب بتشوفني الحين، انا قاعد احرك السلم من قدامها يا شباب. تمام ما لاحظت شيء، نطلع. ايوه نطلع. هي وينها الحين بالضبط؟ اوكي انا ماني شايفه بالضبط وين مكانها، لكن انا خايف الحين تلمحني. صوتها مره قريب، انا اسمعها في السماعات كاني لمحت حركه في اليمين. ايوه شوفوها في اليمين، في اليمين على طول ورايا ورا الصندوق هذا. ايوه الحين بتشوفني في فراغات بين الكتب. سمعتني سمعتني سمعتني. والله سمعتني، ما ادري فين تخبى. خلاص تدور علي، شايفينها في فراغات بين الكتب. الوضع هنا اتوقع فيه ركض. خلونا نمشي على مهلي. والله يا شباب في فراغات بين الكتب. بغامر اركض، اتوقع الشغله فيها ركض. خايف والله يا شباب، والله خايف صراحه. طيب باركض باركض واللي يصير يصير، خلينا نشوف. بسم الله. انا توقعت والله توقعت انها تلحقني. اهرب، حط رجلك. كفو 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 كفو. لحقتني 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 لحقتني، جتني 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 جتني. طيب اوكي والله العظيم فلت في اخر لحظه. طيب الحين شافتني واكيد بترصد لي، ما فيها فكه. طيب خلينا نهدى. طيب هذا المكان مرة يخوف. طيب عندنا مجموعة من الكتب فوق بعض ومربطة بحبال، والشغلة فيها تسلق وقفز، تسلق وقفز في نفس الوقت. يلا خلينا نشوف. بس الحلو في الموضوع ان الكتب في الخلف كثيرة، مو زي اللي قبل شوية، اللي قبل شوية كان فيها فراغات ممكن كانت تشوفني، لكن اتوقع الحين بيكون الوضع مرة ممتاز. ما يمديني، ليش؟ اوكي الحين برضو ما يمديني الف يمين. برضو ما يمديني. طيب معناته اطلع فوق، انا خايف اطلع فوق زيادة.
ايوه الحين يمديني. شوفوها قدامي، شايفينها قدامي هناك. الحين برضو بتكون في مطاردة هنا. الوضع يخوف والله، خايف صراحة وفي توتر. يلا ان شاء الله نجيبها، ان شاء الله نجيبها. يا رب يا رب يا رب. بتشوفي صح؟ كتب كتب كتب. لا 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 لا، والله جات والله جات والله جات والله جات والله جات. بتجي من هنا. اي والله من هنا. لا 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 لا، والله شافتني. لا وصلت. تعال جاي تعال تعال تعال، ارجع 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 ارجع. طيب والله خايف يا شباب، وين راحت؟ طيب تمام. والله اللغز يخوف. طيب الحمد لله يعني قدرنا نفلت منها. طيب الحين خشت مع الباب اللي قدامي. ماشي ماشي، خشت مع الباب اللي قدامي، معناته الطريق برضو من عندها، مو ناوية تتركني. ان شاء الله بس ما اطيح، ان شاء الله ما اطيح. طيب في ممرات، في شيء. اوكي في صندوق هناك، شايفين الصندوق؟ في صندوق اقدر اتخبى فيه، لكن هنا اتوقع فيه لغز. طيب ما ابغى استعجل، ما ابغى استعجل. هناك في باب شايفينه، وفي صندوق في اليسار، معناته افتح الباب ومعقوله تلحقني؟ اتوقع بتلحقني لو فكيت الباب، فاركض بسرعه على طول اتخبى. ممكن 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 اني خواف بزياده، لكن ممكن يكون ذكاء بزياده، الله اعلم. بس شكلها خوف، شكلها في الاخير تطلع خوف. ما مداني ليش اقفز، ما مداني. اوكي في صندوق هناك، اتوقع اقدر اسحب. طيب خلينا نشوف. الحين بفتح الباب واركض صراحة، خايف. ايوه خليني احط رجلي اتخبى. اوكي ما في صوت، اوكي ما في صوت. طيب ما في صوت، معناته معناته اني خواف. معناته اني خواف. طيب ما في، ليش تقدم؟ لا تقدم. اوكي تقفل عليه الباب. طيب ماني قادر ادف الباب، ولا انا قادر ارجع للخلف. سكرت على نفسي الباب. خليني ارجع اسوي ريست لنفس المهمه. طيب من فين بيرجعني؟ ان شاء الله بس ما يرجعني من عند الكتب. من هنا من هنا من هنا حلو، من هنا حلو. طيب معناته خلاص اي باب افتحه على طول اتقدم. انا صراحه خفت، انا خدعني الصندوق اللي في الخلف هناك، هذا الصندوق اللي في الخلف هناك هو اللي خدعني. قلت ممكن في مطارده هنا، فقلت بتخبى، لاني انا صراحه استكشف المنطقه كامله، يعني قبل اسوي اي مغامره استكشف المنطقه كامله. الان خلاص خلاص، معناته اي باب افتحه على طول اكمل بدون ما ارجع، ما في رجوع نهائيا. خلينا نفتح الباب الحين نتقدم. يلا افتح الباب مرة. تمام كذا يمديني اتقدم بالراحة. يلا خلينا نشوف ايش عندنا هنا. طيب اوكي هذا الباب، الباب تسكر. والله خايف صراحة، يعني هي مطاردة تخوف. طيب في درج فوق بالاعلى، وفي باب في اليمين. الباب مقفل، شايفين القفل يا شباب؟ في قفل الباب، معناته في لغز المفتاح، او ان الطلوع من فوق، او ان الطلوع من فوق. طيب فين نروح، يمين اليسار؟ خلينا نروح يمين، نروح يمين. ماشي نقدر نفتح الباب.
ما يمديني. طب اقدر اشيل هذه؟ اوكي ما اقدر اشيلها. طيب لو شلت هذه اقدر؟ ايوه اقدر. حلو. طيب نركبها هنا، نقفز. ليش؟ معقول لازم اركبها بنفس الشطرنج نفسه. اوكي قلعه، اوكي نركب القلعه كامله. والحين يمديني صح؟ يلا. لا صراحه للامانه متوتر، متوتر مره صراحه في الجيم هذا، احس انه في توتر مو طبيعي، لكن ان شاء الله يكون سهل. عندنا هنا لغز، اتوقع هنا في لغز، بس خلينا نستكشف المنطقه يا شباب. تغيرت الموسيقى. طيب هنا باب مقفل. طيب يا شباب هنا في لغز، اكيد في لغز في الشطرنج هذا، في لغز. طبعا الحمد لله انا اعرف العب الشطرنج ومتمكن فيه، لكن خلونا نشوف. اتوقع هذه نهاية الجيم، والجيم الملك هذا محاصر بين ملكة وقلعة وملك، او وزير وملك وقلعة، يعني الناس يسمونها وزير والناس يسمونه ملكة، فاتوقع انه زي كذا. فالملك في اليسار شايفينه، خلينا ناخذه. ما يمديني ليش؟ معناته اخذ القطعة حقت القلعة اللي في اليسار اللي في الباب. ايوه اخذ القلعة اللي هنا واطلع انزل الملك. لا 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 شيل شيل القطعة. ايوه تمام يمديني يمديني. ان شاء الله يكون صح، ان شاء الله يكون تفكيري صح. انا اتوقع ان اللعبة اذا كان فيها برضو قطعة فيل بيكون الوضع مرة ممتاز، يعني فيل وقلعة ووزير وملك بيكون محاصر من جميع الجهات، لكن برضو تقدر تختم الجيم بملك وقلعة ووزير، تقدر. خلينا نشوف الحين. الملك بيركب في هذا المكان. نعم في هذا المكان. والقطعة الثالثة لازم تكون وزير، لازم تكون وزير. طيب فين الوزير؟ ايوه في اليمين قطعة وزير. في بعض الناس يسمونها الكوين اللي هي الملكة، لكن انا عندنا ناس يسمونها ملكة وفي ناس يسمونها الوزير، فانا بمشي على الوزير. تمام، لكن انتم فاهمين يعني ايش اقصد بالضبط. فاتوقع الحين يكون كذا صح. ايوه في صوت. طيب حليت اللغز، حليت اللغز. طيب كيف؟ ايش باقي؟ ايش باقي؟ في شيء، في شيء اشتغل هنا. لحظة لحظة لحظة، اللوحة هذه وراها زي المكعبات، شايفينها؟ اللوحة اللي في اليمين. دقيقة دقيقة، هنا هنا حل اللغز، بس مخبينه ورا اللوحة. وزير، قلعة، ملك، نفس الكلام، نفس الكلام، بس أغير مكان الوزير مكان القلعة، نفس اللغز ونفس طريقة القتال، ممتاز. يعني كذا أتوقع أن اللغز صح 100%. معناته نشيل القلعة نحطها في اليمين، لأنه محاصر أساسا الملك بين القلعة والوزير وبين الملك في نفس الحالات، يعني ما في فكة نهائيا. وكذا يكون الجيم انتهى. لا تطلع انزل. طيب لا 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 رجعه، رجع. ايوه الحين نشيل الوزير ونركبه هنا. توقع صح؟ صح 100%. طيب نفس الشيء، في صوت اشتغل. خلينا نشوف اللمبة هذه. لا لا اقفز يا ابن الحلال، ركبها، اطلع. ايوه اطلع فوق. ايوه في اشارة عند اللمبة. حلو. طيب فكينا باب وفكينا ممر. اتوقع هذا المفتاح اللي على الكرسي. طيب لقينا المفتاح، لقينا المفتاح. حلوة الألغاز اللي زي كذا، حلوة الألغاز، تعطيك مجال انك تنسى الرعب وتعطيك مجال انك تفكر شوية. تمام، انا تعجبني الألغاز اللي زي كذا، مرة استمتع فيها. ف
اللعبة اللي يكون فيها دائما الغاز، انا احب الالعاب اللي لا تطيح يا ابن الحلال. اوكي طحنا طحت مع الحماس. طيب المهم حلينا اللغز، المفتاح اخذناه، لا خلينا ناخذ المفتاح. طيب معناته نروح للباب الموجود بالاسفل، فحل اللغز الان صار واضح 100 100. والله حلو اللغز، مره حلو، انا انبسطت صراحه. يعني اللي ما يعرف الشطرنج هنا ياكلها. ايوه الحين تمام الحمد لله، يعني حلينا اللغز بسرعه. انا توقعت اني بواجهها هنا وبتبهدلني، لكن الحمد لله قدرنا نجتاز هذه المرحله. طيب طول معنا اللغز، ولحد الان ما لقينا زميلنا. والله شكله مسكين، ما راح اوصل له حتى اتعب. ما يمديني افتح الباب، ليش؟ اطلع فوق، اقفز. اوكي ما يمديني، ليش؟ في ممر بالاسفل. اوكي كذا بينزلني الطابق الاسفل. دقيقة دقيقة، في فتحة فوق في اليمين، معناته نسحب هذه. حلو، اتوقع كذا نسحب هذه. في صوت ضجيج مو طبيعي، الاطفال صوتهم مره مو طبيعي. اتوقع اني قريب الان من زميلي، ان شاء الله تكون موزونه، بس حتى لو كانت مين موزونه ما يمديني اطلع. اوكي ما يمديني اطلع، معناته لازم اوزنها من جديد. شوفوا يا شباب، مساله الميزان ترى مهمه، لانك تقفز في مكان غلط، لازم توزنها صح على المكان عشان تقدر تطلع وتجتاز المنطقة. اتوقع الان مزبوط صح؟ مزبوط تمام الحمد لله. طيب وصلنا هنا، في واحد في واحد في واحد. طيب في واحد، اوكي في واحد ثاني فوق هناك، وفي واحد ثالث، ثلاثة. اوكي في ثلاثة، وفي زي الملعقة جنبهم. هنا بيكون في قتال، معناته لازم اخذ الملعقة هذه واقاتلهم الثلاثة كلهم. والله مشكلة. سمعني سمعني سمعني، ابلع. حلو حلو حلو، جبته حلو. لا 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 غلطت. اوكي اوكي، يبغى له توقيت، يبغى له توقيت. معلش معلش بجيبها الحين. لازم نجيبها، لازم نجيبها صراحة. سمعني، ابلع هذه. تمام تعال تعال، حلو. او جاء واحد كمان، صاروا أربعة، انا شفت ثلاثة بس. هذا الثالث اللي فوق، اللي فوق جاء 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 جا. ابلع. اوه حلو 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 حلو. اوكي خلينا ناخذ هذه، صوتهم باقي موجودين، فخلينا نتقدم. اوه والله كثيرين يا شباب، والله كثيرين مرة. شايفينهم؟ لحظة لحظة، أتوقع هنا في طريقة أسويها. أتوقع في طريقة، خليني أجي أشوف هذا. أيوة حلو، تتنكر صح؟ أيوة تتنكر مزبوط، معناته كده أقدر أدخل وسطهم بدون ما والله كثيرين، والله كثيرين. اوكي لو يطيح هذا القناع على طول باكلها. شوفوا العدد، شوفوا العدد يا شباب. اوكي اوكي خلينا نحاول اعدي. لا تدف الله يقلعك. طيب زي هذول لو دخلت وسطهم كيف اقاتلهم؟ مستحيل اقتلهم. حلو بحاول ابعد عنهم صراحة، مشاكسين بزيادة. قدم من هناك، لا تطالع لا تطالع، ابعد عني، فكني منك ومن أذاك. تمام تمام، صراحة حركة التنكر هذه حلوة، والله حركة التنكر مرة حلوة. طيب هذا بيتمندل،
اي والله بيتمندل. تمام انتبهت له. طيب خلنا نتقدم. حلو لحد الان تمام. اوكي هذا اللغز حلو، هذا اللغز مره حلو. اوكي حركه التنكر جات مره ممتازه. باقي في مجموعه، باقي في مجموعه يمديني كمان اتقدم ان شاء الله. شايفينهم كيف كثيرين يطبل على راسه، شايفين؟ اوكي واحد متعلق في اللمبه فوق وهذول يتهاوشوا هنا. شوفوا 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 يا شباب طايحين لطش فيه والله العظيم، مره مزعجين. نجينا اقدم صح؟ تكفى. حلو طاح القناع، بس اتوقع اني اجتزت المنطقه. طاح القناع ممتاز. وصلنا باب مقفل. اوكي ايش المنطقه هذه؟ في زر جنب الباب. اوكي في زر جنب الباب، اتوقع انه هذا هو المفتاح. لحظه يبغى له قفز، خلينا اعطيها مسافه. اوكي ما وصل، ليش؟ حاول تركز. اوكي نحاول نوقت لها مضبوط، او خلينا نشيل قطعه من هذه. ما يمدينا نشيل، ما يمدينا نشيل. معناته اوكي في بلكاشات فوق، معناته طلعوا من فوق. الزجاجه هذه اخذها وارميها، ولا بيسمعوني؟ لا ممكن يسمعوني. خلونا اطلع فوق، خلونا اطلع فوق لانه ما في مكان اتخبى فيه. كنت باخذ الزجاجه وارميها على نفس الزر، بس انه ممكن يسمعوني، فانا صراحه ما بغامر. لا نزل القزازه هذه. طيب في ممرات وفي طيب في حبل فوق شايفينه؟ جينا اوصل له ما اظن، لكن بجرب. يلا ان شاء الله بس ما اطيح. ما يوصل معناته نقدم قدام. اوكي نقفز. حلو يلا بسم الله، ان شاء الله بس اوزنها مزبوط. 100 حلو حلو حلو. طيب الحين نتأرجح. والله الغاز اللعبة مرة حلوة. لا والله بغيت اطيح. طيب الحين كيف؟ لا تطيحي. سمعوني الحين بيجوا. اوكي ما في احد. حلو يلا نقفز هنا. لا اوكي نزلني من جديد يا شباب، نزلني اسفل. لحظة هذه طاحت. معقولة هي اللي ارميها على الزر؟ شوف اللغز هذا كيف مشوار. اي والله كذا تمام. جينا عندها. سمعتني. تخبت. والله سمعتني. طيب تحركي. اوكي عندها ضفادع وقاعدة تحطهم في الدوارير هذه. طيب ما تبغى تتحرك. معقولة لازم اقدم شوية؟ شكلي لازم اتقدم شوية عشان يبدأ اللغز. ايوه بدأ اللغز تمام، يعني حتى اللغز لازم يكون له اعدادات خاصة عشان يبدأ معاك. سكين وبرضه سكين. طيب دخلت مع الباب، اتوقع هذه فرصتي اتقدم.
اوكي ما بترجع. يمديني صح. طيب خلينا نشوف. لا دف الباب. حلو. هنا في مطاردة بتصير. احاول اجتاز المنطقة هذه ان شاء الله. والله متوتر صراحة بزيادة. الفيديو اللي فات بهدلتني، لكن هذه المرة ان شاء الله ما اخليها تمسكني. اوكي نجي من هنا. تمام. هذه المنطقة مكشوفة. الله يستر. اوكي يمديني صح. ثابتة في مكانها ما تتحرك، معناته ان شاء الله يمديني اجتاز. وصلنا عند جدار والفتحة فوق بالاعلى. لازم انط. شافتني. اهرب. لا ارجع. والله شافتني. اوكي. وين اروح؟ خلنا نتخبى هنا. بسرعة. شافتني. والله شافتني. اوكي. طيب يا شباب، صراحة أنا أكثر من مرة فشلت في هذا اللغز، واكتشفت أن اللغز لازم أمر من قدامه. ما في فكة نهائيا. طيب الحين ببدأ أركز. أنا بدأت أكتشف اللغز. شوفوا اللغز هذا مرة صعب، أصعب لغز اليوم واجهت. تمام. طيب الآن هي تركب جسم إنسان، فاللغز من هنا لازم أتقدم من قدامها بالضبط. والله العظيم اللغز مرة صعب، يعني قربت من النهاية قبل شوي لكن فشلت. فممكن أقص في الفيديو كثير. لا تشوفني. تمام. شوفوا يا شباب من فين أمشي. شوفوا يا شباب كيف صعوبة اللغز هذا. إن شاء الله بس أجيبه. والله فشلت يمكن حوالي 8 مرات. أيوة. يلا نحاول نهدى شوية إن شاء الله. طيب المشكلة هنا أنا ماني حافظ حركتها بالضبط، لكن أتوقع الآن أقدر أقفز إن شاء الله. صح إن شاء الله صح. طيب ما أبغى أستعجل. أيوة هنا اللحظة الحاسمة اللي دائما أتوهق فيها. خلينا ناخذ وقتي. طيب يا شباب باخذ وقتي. هنا اللحظة الحاسمة اللي دائما أوصل هنا وأفشل. الحين بعطيها فرصة تروح وترجع. ما راح استعجل. مرة ما راح استعجل. ان شاء الله هذه المرة اجيب اللغز. ان شاء الله اجيبه. اوكي. اول ما تعطيني ظهرها على طول بتقدم. هذه هي فرصتي. صح. يا رب. 100. اوكي حليت اللغز. والله صعب، مرة صعب. يلا نطلع فوق. ليش اطلع؟ اوكي ما يمديني اطلع فوق. اوكي ماني قادر. طيب مو راضي يطلع فوق، معناته لازم اقفز مستوى اعلى. معقولة ولا اقفز مستوى اعلى؟ ايوه الان. حلو ممتاز. طيب هذه الممرات عادية. في مطرقة وفي أولاد. هنا في قتال. طيب هنا في قتال يا شباب، معناته الوضع كم واحد؟ في 3، واحد فوق واثنين أسفل. يلا خلينا نعطيه. تعال. لا 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 لا. والله مقلب خطير. أوكي والله انخدعت في المقلب، لكن أجيبه. الحين أنا أوريك. تعال. أوكي تمام. الثاني ما أكله. ابلع هذه. الثالث تعال. ابلع. حلو. باقي أحد؟ ما في أحد.
والله انخدعت في الفخ هذا. خلينا نشيل المطرقة معايا لأن الوضع صراحة ما يطمن، والموسيقى تخوف، معناته في قتال باقي مستمر. ف اوكي في واحد فوق جالس بيسمعني. اوكي ما سمعني، خلينا نتقدم. طيب جاني هذا، ابلع. جاء الثاني، جاء 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 جاء، ابلع. حلو، مرة حلو. الشغلة يبغى لها توقيت، يبغى لها توقيت، لأن التوقيت مرة صعب. يعني لو تتأخر أو تتقدم بيفشل عليك الهجوم. باقي واحد قدامي، واحد ورايا. تعال تعال تعال، ابلع. تمام تمام، والله جاء 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 جاء. شفتوا التوقيت، التوقيت، ابلع. أيوة حلو حلو تمام. باقي الموسيقى شغالة. يا شباب ايش اسوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب طيب الحمد لله، نزلني من هنا. الموسيقى هديت، يعني الحين هديت، وترتني في اللغز ما خلتني اركز. الحين باخذ المطرق معايا، ماني مطمن. باقي الوضع فيه انه طيب. صراحة الغاز اليوم مرة صعبة. زميلي أخيرا وصلت، أخيرا وصلت. أيوة الحين في قتال اثنين بس، إن شاء الله أقدر، إن شاء الله أقدر. تعال. لا التوقيت غلط. أوكي التوقيت غلط، معلش معلش، أركز أركز. والله متوتر صراحة، اللعبة اليوم مرة في توتر مو طبيعي. يعني شد أعصاب من البداية، شد أعصاب. هذا الأول، الثاني ابلع. حلو طيب تمام. باقي كيف زميلي، كيف فك الحبل، كيف فك الحبل؟ أبكسر الخشبة تنكسر. أيوة تنكسر، مية مية أنقذناه أخيرا. يا الله يحزن، والله تعذب. يو شوف كيف يطالع فيه، خاف حتى لما شافني خاف. يا الله من العذاب اللي تعذبه مسكين، والله يحزن صدق. يلا يلا خلينا نهرب من هذا المكان. يلا الحمد لله قدرنا ننقذه يا شباب، هذا شيء مرة ممتاز. طيب بما انه اثنين، بغير النفسية شوية، بألعب لغزين كذا ثنائي. يعني اللغز الفردي صراحة أتعبني شوية، لكن ما دام إنه معاي بيساعدني في كم لغز. خلينا نحل لنا كم لغز كذا ونختم فيها الفيديو على كذا، لأنه صراحة طول الجيم صراحة شد أعصاب. اليوم كله شد أعصاب من البداية، الأطفال جابوا لي الجنان صراحة. طيب عندنا هنا بيانو فيها حبل عشان الصوت. طيب تسكر الشباك، في باب في اليمين. طيب في باب في اليمين ما يمديني. اوكي تساعدني، ما يساعدني، معناته اللغز هنا بالحبل هذا. طيب خلينا نتسلق، ممكن نتسلق الحبل. ما لحقني، ليش ما يمديني امسك الحبل؟ اوكي ما يمديني. ممكن تكون نغمة موسيقية، خلينا نشوف، خلينا نجرب، بس نسوي اكثر من محاولة. لا لحظة لحظة لحظة، هنا في ترس يا شباب. أيوه هذا هو الترس، شايفينه؟ طيب أتوقع إنه أنا لازم أطلع فوق البيانو وهو يحرك الترس زي اللغز اللي فات. أتوقع هو اللي يحرك الترس وأنا أكون فوق البيانو، والله أعلم. نجرب. اوكي ما راح، روح ما راح. طيب معناته انا اللي لازم احرك الترس. طيب معناته انا اللي لازم احرك الترس يا شباب. لا ابى احاول ارفعه لاخر حد واشوف.
اوكي ما في شيء. ايوه الحين بيعطيني تلميح، الحين بيعطيني تلميح. شوفوا طلع هو فوق البيانو، حلو. بعدين طيب وبعدين طلعنا معاك. يبغانا نقطع الحبل، حلو. ايوه شفتوا يا شباب، هذه هي الميزه اللي اتكلم عنها، الثنائي يعطيك تلميحات لكن لما تكون لوحدك تتمرمط والله تتمرمط. اوكي في فتحه في اليسار وفي باب في اليمين مقفل. اها طيب في باب هنا. اوكي يبغاني اطلع، يبغاني اطلع، حلو يبغى يساعدني. تمام صراحة الالغاز الثنائية اريح، الالغاز الثنائية مرة اريح. ايش هذا؟ المفتاح معه؟ اوكي هذا ولد معاه مفتاح قاعد يلعب في بطن ضفدع والله بهدله. طيب المفتاح عنده وجنبه حديدة، معناته بجي من وراه واغدر فيه. حلو شوفوا 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 يا شباب، زميلي قاعد يشغل بالبيانو. فرصتي فرصتي الحين، فرصتي اخذ المفتاح. ايوه اشغلوا اشغلوا، خلينا ناخذ الحديده هذه. والله حركه حلوه، مره حركه حلوه. ابلع يا سلام يا سلام. طيب تقدر تساعدني نفتح الباب لاني ما اقدر اقفز؟ اكيد ما اقدر اقفز، ساعدني. ايوه نقدر، ايوه حلو. الحمد لله حلنا اللغز، اللغز هذا حلو برضه يعني حل، حل اللغز كان مره ممتع، وحركه اللي انقذناه هذا برضه حركته مره حلوه يعني اشغله بصوت البيانو وقدرنا الحين نجتاز اللغز. خلينا نشوف اللي بعده. طيب هذا بيكون اخر لغز ان شاء الله اليوم، هذا بيكون اخر لغز. قدامنا واحد وفي مطرقه هناك. اوكي بيكون قتال ان شاء الله بس ما يكون طويل القتال. رح له رح له، تعال تعال لحظه 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 لحظة، والله رحلة والله رحلة. كفو عليك كفو عليك والله كفو عليك. اها اوكي هذه حركة جديدة، معناته نقدر نغدر فيهم من الخلف لو كان هاجمنا عليهم. طيب خلينا نشوف المنطقة اللي في اليمين. طيب انا ممكن اتوقع اني راح اوقف على كذا، خلاص طولنا في الفيديو. أهم شيء قدرنا ننقذه، وفي أشياء كثيرة تعلمناها اليوم من ناحية القتال، الإيم لازم يكون له توقيت خاص به. عموما ما راح أطول على كذا، أنا بكتفي اليوم، تعبت صراحة، شد أعصاب طول الجيم اليوم، شد أعصاب، اللعبة طويلة عشان كذا ممكن يكون الفيديو معاكم اليوم طويل. بقص الأشياء اللي أقدر أقصها إن شاء الله، لأني صراحة انجلت كثير في هذا الفيديو، لكن اللعبة طويلة وأنا بإذن الله بختمها في القناة، لازم أختم اللعبة هذه بالقناة. الناس اللي لعبوا اللعبة نفس الكلام أكرر وأقول لا تحرقوا علي اللعبة، لأني صراحة أبغى أستمتع فيها في القناة. تمام عموما هذا اللي عندي اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معي. لا تنسي إخوان دعم القناة من اشتراك لايك، ولا تنسي إخوان نشر الفيديوهات بإذن الله. نشوفكم في فيديو قريب، مع السلامة. We'll be right back.